قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت الحنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الثالوث القدوس الحنا يا رب اغفر خطايانا يا سيد تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس طلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه ليأتي ملكوته لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. آمين. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. هلموا لنسجد ونركع لملكنا وإلهنا. هلموا لنسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. هلموا لنسجد ونركع للمسيح هذا هو ملكنا وربنا وإلهنا. يا رب استمع صلاتي وأنصت بحقك إلى طلبتي. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه لن يتزكى أمامك كل حي لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي وأجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر وأجرى علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة هذت في كل أعمالك وتأملت في صنع يديك. بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب قد فنيت روحي. لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق الذي أسلك فيها فإني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب فإني قد لجأت إليك. علمني أن أعمل مرضاتك لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. من أجل اسمك يا رب تحييني بعدلك تخرج من الحزن نفسي وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك.
بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. هللويا 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 هللويا. يا رب لا بغضبك توبخني ولا برجلك تؤدبني. هللويا هللويا هللويا. ارحمني يا رب فإني ضعيف. هللويا هللويا هللويا. ارحمنا يا رب ارحمنا لأننا متحيرون عن كل جواب، فهذا التضرع نقدمه لك نحن الخطأ أيها السيد فارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس. ارحمنا يا رب لأننا عليك اتكلنا، فلا تسخط علينا جدا ولا تذكر آثامنا، لكن انظر الآن بما أنك المتحنن وأنقذنا من أعدائنا، لأنك أنت إلهنا ونحن شعبك وكلنا صنع يديك وباسمك ندعى الآن وكل أوان ولدهر الداهرين. آمين. افتحي لنا باب التحنن يا والدة الإله المباركة، لأننا باتكالنا عليك لا نخيب وبك ننجو من كل الشدائد، لأنك أنت خلاص لجنس المسيحيين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك امحو مآثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني، فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظام الذليلة. اسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمامي وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، نحني بهجة خلاصك وبروح رئاسيا أعضدني، فأعلم الأثم أتركك والكفر إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعد لك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يذله الله. أصلح يا رب مسلتك صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. إن إسرائيل القادم لما جاز في لجات البحر الأحمر بأرجول غير مبتلة غلب قوة عماليق في القفر بيد موسى، حين رسمت شكل صليب. المجد لك يا إلهنا المجد لك. أيها المسيح المبهج دائما النفوس وأجساد البشر بزيت التحنن والحافظ المؤمنين بالزيت، أنت ترأف الآن أيضا على المتقدمين إليك بالزيت. المجد لك يا إلهنا المجد لك. أيها السيد إن الأرض كلها ملأ برحمتك،
فلذلك نحن الذين ندهن اليوم سريا بالزيت الإلهي نتوسل إليك بإيمان أن تمنحنا رحمتك الفائقة العقل. المجد للآب والابن والروح القدس. أيها المحب البشر، يا من تعطفت فأوصيت رسلك بأن يتمموا مسحتك الشريفة على عبيدك المرضى، فبتوسلاتهم ارحم الجميع بختمك الإلهي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيتها النقية، يا من أحرزت لوجة السلامة وحدك، أنقذي بشفاعاتك إلى الله دائما عبيدك من الأسقام والأحزان لكي يعظموك بغير فتور. أيها المسيح، إن كنيستك تسر بك صارخة نحوك، أنت قوتي يا رب وثباتي وملجائي. المجد لك يا إلهنا، المجد لك. أيها المسيح، بما أنك وحدك عجيب ورحيم للناس المؤمنين، امنح الساقطين بالأسقام المبرحة نعمتك من العلاء. المجد لك يا إلهنا، المجد لك. يا من أوضحت وقتا ما بإشارتك الإلهية عودة الزيتون علامة لانقطاع الطوفان، خلص المرضى برحمتك يا رب. المجد للآب والابن والروح القدس. أيها المسيح، بما أنك رحيم، أبهج بمصباح النور الإلهي الذين يسارعون نحوك الآن بالمسحة مؤمنين برحمتك الآن وكل أوان وإلى دهر داهرين، آمين. انظري من العلاء بتعطف يا أم صانع الكل، وأزيلي أسوأ المرضى المرة بشفاعاتك. بما أنك نهر المراحم الإلهي ولجة التحنن الغزير، أيها الرؤوف، أظهر مجاري مراحمك الإلهية واشفي الجميع، أفض ينابيع العجائب بسخاء وارحض الجميع، لأننا إليك نسارع دائما بحرارة مستمدين النعمة. أيها الطبيب المؤاسي الذين في الأوجاع والمنقذ والمخلص الذين في الأسر، أنت أيها الرب سيد الكل، امنح الشفاء لعبيدك المرضى وترأف وارحم الساقطين كثيرا وانقذهم من الهفوات أيها المسيح لكي يمجد قدرتك الإلهية. إن الكنيسة لما رأتك مرفوعا على الصليب يا شمس العاد وقفت في ترتيبها هاتفة نحوك كما يليق المجد لقوتك يا رب. المجد لك يا إلهنا، المجد لك. أيها المخلص، بما أنك الطيب المتدفق بالنعمة البريء من الفساد والمطهر العالم، ترأف وارحم الذين بإيمانك الإلهي يدهنون جراح الجسد. المجد لك يا إلهنا، المجد لك. أيها السيد، اختم الآن حواس عبيدك ببشاشة ختم مراحمك، واجعل المدخل إليها غير مطروق وغير مقترب إليه من جميع القوات المضادة. المجد للآب والابن والروح القدس. أيها المحب البشر، يا من أمرت بأن يدعو الضعفاء خدامك الإلهيين وبأن يخلص المرضى بطلباتهم وبمسحة زيتك، أنت خلص المرضى برحمتك الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. يا والدة الإله الدائمة البتولية والكلية القداسة، يا سترا حريزا وحفظا وثيقا وميناء وسورا وسلما وبرجا، ترأفي علي وارحميني لأني ألتجئ إليك وحدك. أنت يا رب قد وفيت نورا إلى العالم، نورا مقدسا ردا الذين يسبحونك بإيمان من الغباوات المدلهمة. المجد لك يا إلهنا، المجد لك. أيها الصالح، بما أنك لجة المراحم فارحم المرضى برحمتك الإلهية أيها الرحيم، بما أنك المتحنن. المجد لك يا إلهنا، المجد لك. أيها المسيح، بما أنك قدست نفوسنا وأجسادنا من العلو برسم خدمك الإلهي بحال لا توصف، فاشفي الجميع بيدك. المجد للآب والابن والروح القدس. أيها الرب الفائق الصلاح، بما أنك لأجل محبتك التي لا توصف
قبلت دهنات الطيب بواسطة الزانية، ترأف على عبيدك الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيتها النقية الكلية التسبيح، أيتها الفائقة الصلاح، ارحمي الممسوحين بالزيت الإلهي وخلصي عبيدك. يا رب إن الكنيسة تهتف إليك صارخة، إني أذبح لك بصوت التسبيح مطهرة من أدنس الأبلسة بالدم الذي قطر من جنبك لأجل تحننا. المجد لك يا إلهنا، المجد لك. أيها المحب البشر، يا من بأمرك أوضحت المسحة في المؤمنين بواسطة الزيت وكملت بها رؤساء الكهنة، خلص أيضا بختمك المرضى بما أنك المتحنن. المجد لك يا إلهنا، المجد لك. لا تمس شركة من الجن الممرمرين هؤلاء المختومي الحواس بالدهن الإلهي، بل اكتنفهم يا مخلص بستر مجدك. المجد للآب والابن والروح القدس. أمدد يدك من العلو يا محب البشر وقدس زيتك يا مخلص، وامنحه أن يكون لعبيدك للصحة والنجاة من جميع الأسقام الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. لقد ظهرت زيتونة مثمرة في هيكلك الإلهي، لقد ظهرت زيتونة مثمرة في هيكلك الإلهي يا أم الخالق، يا من بها ظهر العالم مملوءا مراحم، فخلصي جميع المرضى بقوة شفاعتك. يا فائق الصلاح، يا من أنت ينبوع المراحم، أنقذ من جميع صنوف الأضرار الملتجئين بإيمان حار إلى رحمتك التي لا توصف، وأزل أمراضهم أيها المتحنن، وامنحهم من العلو نعمتك الإلهية. إن الفتية الإبراهيميين قد التهبوا في الأتون ببلد فارس بشوق حسن العبادة أكثر مما بالسعير هاتفين، مبارك أنت في هيكل مجدك يا رب. المجد لك يا إلهنا، المجد لك. أيها الإله المخلص وحدك، يا من بمراحمك ورأفاتك تشفي آلام نفوس الجميع وتهشيم أجسادهم، طيب أيضا المبتلين، طبب أيضا المبتلين بالأسقام وامنحهم الشفاء. المجد لك يا إلهنا، المجد لك. أيها الرب المسيح، يا من تدهن بمسحة الزيت رؤوس الجميع، امنح برحمتك الغنية الفرح والسرور الطالبين منك رحمة الفداء. المجد للآب والابن والروح القدس. أيها المخلص، إن ختمك هو بصلوات الكهنة سيف على الشياطين ونار مبيدة آلام النفوس، فلذلك نسبحك بإيمان نحن القابلين الشفاء الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. يا أم الإله التي حويت في أحشائك الضابطة الكل الأشياء بقبضته كما يليق بلاهوته والمتجسدة منك بحال لا توصف، إليك نطلب أن تستعطفه من أجل جميع المرضى. إن دانيال لما بسط يديه في جوب سد أفواه الأسود الضارية والفتية العاشقين العبادة الحسنة، لما طام انطقوا بالفضيلة أخمدوا قوة النار هاتفين، باركوا الرب يا جميع أعماله. المجد لك يا إلهنا، المجد لك. أيها المخلص، ارحم الكل كعظيم رحمتك الإلهية، لأننا لأجل هذا قد اجتمعنا كلنا لكي نرسم سريا قوة رأفاتك مقدمين بإيمان المسحة بالزيت لعبيدك، فافتقدهم يا رب. المجد لك يا إلهنا، المجد لك. أيها المسيح، بما أنك الرب المتحنن، ارحض بسيول مراحمك ودهنات مسحة كهنتك أسقام وأضرار وأوجاع المعذبين في ضيقات الآلام حتى إذا خلصوا مجدوك شاكرين. المجد للآب والابن والروح القدس. أيها السيد، لا تبعد عنا رحمتك، نحن الذين نرسم علينا إشارة القوة العلوية وزيت البشاشة الإلهي، ولا تعرض عن الصارخين دائما بإيمان، بارك الرب يا
جميع أعمال الرب الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيتها النقية، إن الطبيعة قد اتخذت ولادتك الإلهية إكليلا شريفا ساحقا مواكب الأعداء ومستأصلا عزتهم، لذلك نحن المتكللين بإشاعة مواهبك المبهجة نمدحك أيتها السيدة الكلية التسبيح. نسبح ونبارك ونسجد للرب، إن دانيال لما بسط يديه في الجب سد أفواه الأسود الضارية والفتية العاشقين العبادة الحسنة، لما طام انطقوا بالفضيلة أخمدوا قوة النار هاتفين باركوا الرب يا جميع أعماله. أيتها البتول لقد قطع حجر مزاو من جبلك الذي لم ينحت بدون أن تقطعه يد، وهو المسيح الذي ضم الطبائع المتفرقة، لذلك نسر مبتهجين ونعظمك يا والدة الإله. المجد لك يا إلهنا المجد لك، أيها الرؤوف اطلع من السماء وأعلن رحمتك للكل، وهب الآن معاضدتك وقوتك للمتقدمين إليك بالمسحة الإلهية التي من الكهنة يا محب البشر. المجد لك يا إلهنا المجد لك، أيها المخلص الكلي الصلاة، قد نظرنا بابتهاج الزيت الإلهي الذي اتخذته بقوتك الإلهية أفضل من شركائك، وسلمته كرسم للمشاركين الحميم الإلهي. المجد للآب والابن والروح القدس، أيها المخلص بما أنك الرب الرحيم ترأف وارحم وانقذ عبدك من الشدائد والأوجاع ونجهم من سهام الشرير واشف بالنعمة الإلهية نفوسهم وأجسادهم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيتها البتول الكلية الطهارة، تقبلي تسبيح وطلبات عبيدك ونجي بشفاعتك من الأسقام والأوجاع المبرحة المسارعين إلى سترك الإلهي. بواجب الاستهال حقا نغبت والدة الإله الدائمة الطوبة البارية من كل الغيوب أم إلهنا، يا من هي أكرم من الشرفيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافين، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، ويا حقا والدة الإله إياك نعظم. إذن أيضا بسلام إلى ربنا أطلب وأضد وخلص وارحم واحفظني يا الله بنعمتك يا رب ارحم.
بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم جميع القديسين فلنذا ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأن إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الصالح انظر بناظرك الرحيم إلى طلباتنا نحن المجتمعين اليوم في هيكلك المقدس وامسح بالزيت الإلهي عبيدك المؤمنين سبحوه يا سائر قواته لأنه بك يليق التسبيح يا رب سبحوه بلحن البوق سبحوه بالمزمار والقيثارة أيها المتعطف المحب البشر لقد منحت نعمتك على أيدي رسلك ليشفوا بزيتك المقدس ضربات الكل وأسقامهم فلذلك قدس وارحم الوافدين الآن إلى زيتك بإيمان بما أنك المتحنن وطهرهم من كل مرض وأهلهم لغذائك غير الفاسد يا رب سبحوه بالطبل والمصاف سبحوه بالأوتار وآلة الطراب أيها الغير المدرك انظر من السماء بما أنك المتعطف واختم أيها المحب البشر بيدك غير المنظورة حواسنا بزيتك الإلهي وامنح المسارعين إليك بإيمان والمستمدين غفران الزلات شفاء النفس والجسد معا لكي يمجدوك بشوق ويعظم عزتك سبحوه بنغمات الصنوج سبحوه بصنوج التهليل كل نسمة فلتسبح الرب أيها المحب البشر قدس عبيدك من العلا بمسحة زيتك ولمس الكهنة ونجهم من الأسقام ونقهم يا مخلص واغسلهم من دنس النفس وأنقذهم من الشكوك المتنوعة وعزهم في الأتعاب وأقص عنهم الشدائد والضيقات وأزل عنهم الأحزان بما أنك رؤوف ومتعطف المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين آمين يا بلاط الملك الكلي النقاوة يا فائقة التسبيح إليك أبتهل أن تطهري عقل المتدنس بكل الخطايا واجعليني مسكنا بهيا للثالوث الإلهي المتعالي حتى إذا تخلصت أنا عبدك الذليل أعظم قدرتك ورحمتك التي لا تحصى قدوس قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا سيد تجاوز عن سيئاتنا وعطنا قدوس الصلاة واشف أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك
نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس، لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أيها المسيح بمنك وحدك سريع المعونة، أظهر سريعا من العلاء افتقادا لعبيدك المتألمين، وأنقذهم من الأسقام والأوجاع المرة، وأنهضهم ليسبحوك ويمجدوك بغير فتور بشفاعة والدة الإله يا محب البشر وحده. مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر. سلام إلى الرب نطلب من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب الرحام. من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب الرحام. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا ورئيس كهنتنا رومانوس والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل أن يبارك هذا الزيت بقوة وفعل وحلول الروح القدس إلى الرب نطلب يا رب الرحام. من أجل عبيد الله الموجودين ها هنا في هذا المكان المقدس وساكني هذه المدينة وافتقادهم، من أجل أن تحل عليهم نعمة الروح القدس إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب الرحام. قدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. إلى الرب نطلب. أيها الرب الشافي برحمتك ورأفتك انسحاق نفوسنا وأجسادنا، أنت أيها السيد قدس هذا الزيت حتى يكون الممسوحين به للشفاء والفداء من كل الآلام والأدناس النفسية والجسدية ومن كل الأسوأ، ليتمجد به اسمك الكلي قدس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان دهر الداهرين. آمين. أيها المسيح بما أنك وحدك سريع المعونة، أظهر سريعا من العلاء افتقادا لعبيدك المتألمين، وأنقذهم من الأسقام والأوجاع المرة، وأنهضهم ليسبحوك ويمجدوك بغير فتور بشفاعات والدة الإله يا محب البشر وحدك. إني أتقدم إليك أيها المسيح وحدقتا نفسي مكفوفتان كالأعمى منذ مولده صارخا إليك بتوبة، اغفر لي أيها المتعطف وحدك. أنهض يا رب بعنايتك الإلهية نفسي المخلعة جدا بأنواع الخطايا والأعمال القبيحة كما أقمت المخلعة قديما، حتى إذا تخلصت أصرخ هاتفا أيها المسيح الرؤوف منحني الشفاء.
بما أنك تلميذ للرب تقبلت الإنجيل أيها الصديق يعقوب، وبما أنك شهيد فأنت غير مردود، وبما أنك أخ للإله فلك الدالة، وبما أنك رئيس كهنة فلك الشفاعة، فابتهل إلى المسيح الإله أن يخلص نفوسنا. إن الله الكلمة وحيد الآب لما وافى إلينا في آخر الأزمان جعلك يا يعقوب الإلهي راعيا أولا لأورشليم، ومعلما ومدبرا أمينا للأسرار الروحية، لذلك نكرمك جميعا أيها الرسول. لقد ظهرت كاهنا في ميرا أيها القديس نيقولاوس، لأنك لما أتممت إنجيل المسيح أيها البار، وضعت نفسك عن شعبك وخلصت الأبرياء من الموت، فلذلك تقدست بما أنك مسار عظيم لنعمة الله. إن المسكونة قد وجدتك منجدا عظيما في الشدائد وقاهرا للأمم يا لابس الجهاد، فكما أنك حطمت تشعمخ لهاوش وفي الميدان شجعت نسترا، كذلك أيها القديس العظيم في الشهداء ديمتريوس توسل إلى المسيح الإله أن يهب لنا الرحمة العظمى. أيها القديس اللابس الجهاد والطبيب الشافي بندلايمون، تشفع إلى الإله الرحيم أن ينعم بغفران الزلات لنفوسنا. أيها القديسون الماقطو الفضة والصانع العجائب، افتقدوا أمراضنا مجانا أخذتم مجانا أعطونا. من يقدر أن يصف عظائمك أيها البتول يوحنا، لأنك تفيد العجائب وتنبع الأشفية وتتشفع من أجل نفوسنا، بما أنك متكلم باللاهوت وصفي المسيح. يا أم الإله السور الذي لا يقهر، ينبوع المراحم وملجأ العالمين، لك دوما نهتف إذ أنت الشفيعة الحارة المستجيبة بسرعة، فأنقذي شعبك من الضيق. لتكن يا رب رحمتك علينا، ابتهجوا أيها الصديقون بالرب. حكمة. فصل من رسالة القديس يعقوب الرسول الجامعة لنصغي. يا إخوة، اتخذوا الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب قدوة في احتمال المشقات وفي الأنات، فها إننا نطوب الصابرين، وقد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب جزيل التحنن ورؤوف. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، ولكن ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تقعوا في الدينونة. هل فيكم مغموم فليصلي، أو مسرور فليرتل؟ هل فيكم مريض فليدعو قصوص الكنيسة وليصلوا عليه ويمسحوه بزيت باسم الرب، فإن صلاة الإيمان تخلص المريض والرب ينهضه، وإن كان قد فعل خطايا تغفر له. اعترفوا لبعضكم لبعض بزلاتكم، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا، فإن طلبة الصديق الفعالة تقتدر كثيرا. سلام لك أيها القارئ. هللويا هللويا هللويا، رحمة وحكما أسبحك يا رب. حكمة لنستقم ونصنع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. في ذلك الزمان تقدم إلى يسوع واحد من علماء الناموس وقال مجربا إياه: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له
يسوع ماذا كتب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: أحبب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل ذهنك وقريبك كنفسك. فقال له: أجبت بالصواب، اعمل ذلك فتحيا. فأراد أن يزكي نفسه فقال ليسوع: ومن قريبي؟ فعاد يسوع وقال: كان إنسان منحدرا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه، ثم مضوا وقد تركوه بين حي وميت. فاتفق أن كاهنا كان منحدرا في ذلك الطريق فأبصره وجاز، وكذلك لاوي واف المكان فأبصره وجاز. ثم إن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه تحنن عليه فدنا إليه وضمد جراحاته وصب عليه زيتا وخمرا وحمله على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى بأمره. ولما خرج في الغد أخرج دينارين وأعطاهما صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما تنفق فوق هذا فأنا أدفعه لك عند عودتي. فأي هؤلاء الثلاثة تحسبه صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ قال: الذي صنع إليه الرحمة. قال له يسوع: امضي فاصنع أنت كذلك. نطلب منك فاستجب وارحم. يا ليس وإذا نطلب من أجل الرحمة والحياة والسلامة والعافية والخلاص لعبيد الله الموجودين ها هنا وعبيد الله ساكني هذه المدينة، ومن أجل افتقادهم وغفران خطاياهم. يا رب ارحم. وإلى الله غفران جميع زلاتهم الطوعية والكرهية. يا ليس. لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس. لنا وكل آن وإلى دار الداهرين. إلى الرب نطلب. أيها الإله الأزلي والأبدي يا قدوس القديسين، يا من أرسلت ابنك الوحيد شافيا كل مرض وكل استرخاء في نفوسنا وأجسادنا، أرسل روحك القدوس وقدس هذا الزيت واحمل جعله لعبيدك الذين يدهنون به خلاصا كاملا من خطاياهم ولميراث ملكوت السماوات. لأنك أنت الله العظيم العجيب الحافظ عهدك ورحمتك الذين يحبونك، المانح النجاة من الخطايا بابنك القدوس يسوع المسيح. يا من أعدت ولادتنا وأنقذتنا من الخطيئة، يا منير العميان ومقوم المتهشمين، يا محب الصديقين وراحم الخطأ، يا من أخرجتنا من الظلمة وظلال الموت قائلا للذين في العقالات اخرجوا وللذين في الظلام استعلنوا، إذ قد أشرق في قلوبنا نور معرفة ابنك الوحيد بعد ظهوره على الأرض من أجلنا وتصرفه مع الناس، والذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، ومنحنا البنوة بحميم إعادة الولادة وجعلنا معتقين من سلطنة إبليس، لأنه لم يسر بأن تصير لنا التنقية بالدم، بل أعطانا رسم صليبه بالزيت المقدس مطهرا إيانا بالماء ومقدسا إيانا بروحه القدوس، لكي نكون رعية للمسيح كهنوت ملوكية أمة مقدسة. فأنت أيها الرب السيد أعطنا نعمة لخدمتك هذه، كما أعطيت موسى خادمك وصموئيل صفيك ويوحنا منتخبك وسائر الذين أرضوك في كل جيل وجيل، هكذا جعل نحن أيضا خداما لعبيدك لعهدك الجديد في تقديس هذا الزيت الذي اقتنيته بدم مسيحك الكريم، لكي نخلع الشهوات العالمية ونموت عن الخطيئة ونحيا للعدل ونلبس
ربنا يسوع المسيح بمسحة الزيت المقدس المزمع أن يكمل. فليصر يا رب هذا الزيت زيتا للابتهاج، زيتا للتقديس، لباسا ملوكيا، درع قوة طاردا كل فعل شيطاني، ختما غير محتال عليه، ابتهاجا للقلوب، سرورا أبديا، لكي يكون الممسوحون به بزيت إعادة الولادة هذا مرهبين للمعاندين ويتلألؤون في بائه قديسيك، خالين من كل دنس وعيب، ويصير مقبولين في راحتك المؤبدة وينال جائزة الدعوة العلوية، لأن منك الرحمة والخلاص يا إلهنا، ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين. آمين. يا أبتاه القدوس، يا طبيب النفوس والأجساد، يا من أرسلت ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح شافيا كل مرض ومنقذ من الموت، اشفي عبيدك الحاضرين من الأمراض النفسية والجسدية المستحوذة عليهم، وأحيهم بنعمة مسيحك بالشفاعات سيدتنا والدة الإله الفائقة القداسة والدائمة البتولية مريم، وبقدرة الصليب الكريم المحيي بطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد، وبتوسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الجدارين بكل مديح، والقديسين المجدين الشهداء المتألقين بالظفر، وآبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين الأطباء العادمين الفضة قوزما وديميانوس وكيروس ويوحنا وبندلايمون وأرمولاوس وشمشون وديوميدوس وموكيوس ونيكيتوس وثليلاوس وتريفون، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإلهي وكيما وحنا وجميع القديسين، لأنك أنت ينبوع الأشفياء يا إلهنا، يا إلهنا، ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان ولدهر الداهرين. لنصغي قوتي وتسبحة الرب، وأدبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. حكمة فصلا من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا. لنصغي يا إخوة، يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل وهن الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، بل يرضي كل واحد منا القريب للخير لأجل البنيان، فإن المسيح لم يرضي نفسه، ولكن كما كتب تعييرات معيريك وقعت علي، لأن كل ما كتب من قبل إنما كتب لتعليمنا ليكون لنا رجاء بالصبر وبتعزية الكتب، وليعطكم إله الصبر والتعزية اتفاق الآراء فيما بينكم بحسب المسيح يسوع، حتى إنكم بعزم واحد وفم واحد تمجدون الله أبا ربنا يسوع المسيح. من أجل ذلك فليتخذ بعضكم بعضا كما اتخذكم المسيح لمجد الله. الحكمة فلنستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. لنصغي. في ذلك الزمان كان يسوع مجتازا في أريحا، وإذا رجل اسمه زكا كان رئيسا على العشارين، وكان غنيا، فطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يستطع من الجمع لأنه كان قصير القامة، فتقدم مسرعا إلى جميزة ليراه، لأنه كان مزمعا أن يجتاز بها. فلما انتهى يسوع إلى الموضع رفع طرفه فرآه، فقال له: يا زكا أسرع انزل، فاليوم ينبغي لي أن أمكث في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل إلى بيت رجل خاطئ ليبيت. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا ذا يا رب، أعطي المساكين نصف أموالي، وإن كنت قد غبنت أحدا في شيء أرد له أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم قد حصل الخلاص لهذا البيت، لأنه هو أيضا ابن إبراهيم،
لأن ابن البشر إنما أتى ليطلب ويخلص من قد هلاك. المجد لك يا رب المجد لك. نحن يا ذا بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. يا ليسونك يا ليسونك يا ليسونك. وأيضا نطلب من أجل الرحمة والحياة والسلامة والعافية والخلاص والافتقاد لعبيد الله أبناء هذه الرعية المباركة الحاضرين منهم والغائبين من أجل افتقادهم وغفران خطاياهم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. أيضا من أجل غفران جميع زلاتهم الطوعية والكرهية. يا ليسونك يا ليسونك يا ليسونك. إنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر داهرين. آمين. إلى الرب نطلب. يا ليسون. أيها الإله العظيم المتعالي الذي تسجد له الخليقة كلها، يا ينبوع الحكمة وعمق الصلاح الذي حقا لا يستقصى أثره، يا لجة التحنن الذي لا تحد، أنت أيها السيد المحب البشر إله العجائب وكل ما قبل الدهور الذي لا يمكن أحد من الناس أن يتأمل به ويدركه، انظر واستجب لنا نحن عبيدك غير المستحقين. وإذ نقدم باسمك العظيم هذا الزيت، أرسل أشفية مواهبك وغفران الخطايا واشفي عبيدك بكثرة مراحمك. نعم أيها الرب المتعطف، يا من أنت وحدك رحيم ومحب للبشر، أيها التواب على شرورنا والعارف أن نية الإنسان جانحة إلى الشر منذ حداثته، يا من لا يشاء موت الخاطئ إلى أن يرجع ويحيا، يا من وأنت إله تأنست لأجل خلاص الخطأ واتخذت جسدا لأجل جبلتك، أنت القائل لم آتي لأدعو صديقين بل خطأة إلى التوبة، أنت الذي التمست الخروف الضال، أنت الذي طلبت باهتمام الدرهم الضائع فوجدته، أنت القائل من يأتي إلي لا أطرحه خارجا، أنت الذي لم تذل الزانية لما بلت قدميك المكرمتين بدموعها، أنت القائل كلما سقطت انهض فتخلص، أنت القائل فرح عظيم يكون في السماء بخاطئ واحد يتوب، فأنت أيها السيد المتحنن انظر من علو قدسك وظللنا في هذه الساعة بنعمة روحك القدوس نحن عبيدك الخطأ غير المستحقين، واسكن في عبيدك التائبين عن ذنوبهم والمتقدمين إليك بإيمان، واقبلهم بخاصية محبتك للبشر واغفر واصفح لهم عن كل ما اجترموه بالقول أو بالفعل أو بالفكر، وطهرهم من كل خطيئة، وكن معهم على الدوام حاضرا وحافظا باقي سنين حياتهم ليسلكوا في عدلك، فلا يكونوا من ثم موضوع شماتة للشيطان، حتى يتمجد بهم أيضا اسمك الكلي قدسه، لأن لك أن ترحمنا وتخلصنا أيها المسيح إلهنا، ولك نرسل المجد مع أبيك الذي لا بداءة له وروحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. لنصغي. الرب نوري ومخلصي ممن أخاف، الرب عاضد حياتي ممن أجزى. حكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. حكمة لنصغي. يا إخوة أنتم جسد المسيح وأعضاء في جزء وأعضاء من جزء واحد، وقد وضع الله في الكنيسة أناسا أولا رسلا وثانيا أنبياء وثالثا معلمين وبعد ذلك المعجزات ثم مواهب أشفية فإعانات فتدابير فأنواع ألسنة، ألعل الجميع رسل، ألعل الجميع أنبياء، ألعل الجميع معلمون،
ألعل الجميع يجرون المعجزات؟ ألعل للجميع مواهب الشفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بالألسنة؟ ألعل الجميع يترجمون؟ ولكن تنافسوا في المواهب الفضلى، وأنا أريكم طريقا أبلغ كمالا. لو كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولم تكن في المحبة، فإنما أنا نحاس يطن أو صنج يرن. ولو كانت لي النبوءة وكنت أعلم جميع الأسرار والعلم كله، ولو كان لي الإيمان حق كله حتى أنقل الجبال، ولم تكن في المحبة فلست بشيء. ولو بذلت جميع أموالي لإطعام المساكين وأسلمت جسدي لأحرق، ولم تكن في المحبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتباهى ولا تنتفخ، ولا تأتي قباحة ولا تلتمس ما هو لها، ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالظلم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. السلام لك أيها القارئ. هللويا هللويا هللويا، عليك يا رب توكلت فلا أخزى إلى الدهر. حكمة لننتصب ولنسمع قراءة الإنجيل المقدس. سلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد لك. للنصغي. في ذلك الزمان دعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة لكي يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. هؤلاء أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق الأمم لا تتجهوا، ومدن السامريين لا تدخلوا، بل انطلقوا بالأحرى إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. وإذا انطلقتم فكرزوا قائلين: قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا المرضى، أقيموا الموتى، طهروا البرصة، أخرجوا الشياطين. مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. المجد لك يا رب المجد لك. حمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب منك فاستجب وارحم. يا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. وأيضا نطلب الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص لعبيد الله أبناء هذه الرعية المباركة وساكني هذه المدينة، وافتقادهم ومسامحتهم وغفران خطاياهم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل غفران جميع ذنوبهم الطوعية والكرهية. يا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. لأنك إله رحيم محب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس، لآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إلى الرب نطلب. أيها السيد الضابط الكل، الملك القدوس، يا من يؤدب ولا يميت، يا من يسند الواقعين ويقوم المتهشمين، يا من أزلت عن الناس أحزانهم الجسدية، إليك نطلب يا إلهنا أن تسكب رحمتك على هذا الزيت وعلى الممسوحين به باسمك، لكي يصير لهم لشفاء النفوس والأجساد وللتنقية والتطهير والفداء من كل الآلام والأسقام والاسترخاء ومن كل أدناس الجسد والروح. نعم يا رب، أرسل من السماء قوتك الشافية، والمس الجسد وأطفئ الحرارة وسكن الآلام واطرد كل مرض خفي. كن طبيبا لعبيدك هؤلاء، أنهضهم من مضجع الأمراض وفراش الأسقام، وهبهم لكنيستك أصحاء كاملين مرضيين لك وعاملين مشيئتك، لأن لك أن ترحمنا وتخلصنا يا إلهنا. وإليك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آوان وإلى دهر داهرين. لنصي في أي يوم أستغيث؟
أستغيث بك تستجيب لي سريعا يا رب استمع صلاتي. فصل رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. يا إخوة أنتم هيكل الله الحي كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير فيما بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا فلذلك اخرجوا من بينهم واعتزلوا يقول الرب ولا تمسوا نجسا وأقبلكم وأكون لكم أبا وتكونون أنتم لي بنين وبنات يقول الرب الضابط الكل. فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء فلنطهر نفوسنا من كل أدناس الجسد والروح مكملين القداسة بمخافة الله. السلام لك أيها القارئ. هللويا 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 صبرا صبرت للرب فأصغى إليا. حكمة لنستقم ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيل البشير التلميذ الطاهر. في ذلك الزمان دخل يسوع إلى بيت بطرس فرأى حماته ملقاة محمومة فلمس يدها ففارقتها الحمى فقامت وصارت تخدمهم. ولما كان المساء قدموا إليه كثيرين بهم شياطين فكان يخرج الأرواح بكلمة وأبرأ من كل من به كان به سوء لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل إنه أخذ أمراضنا وحمل أسقامنا. ولما رأي يسوع جموعا كثيرة حوله أمر بالذهاب إلى العبر فتقدم إليه كاتب وقال له يا معلم أتبعك إلى حيث تمضي. فقال له يسوع إن للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكارا وأما ابن البشر فليس له موضع يسند إليه رأسه. وقال له آخر من تلاميذه يا رب أذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع اتبعني ودع الموت يدفنون موتاهم. وفي دخوله السفينة تبعه تلاميذه. حمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا ورئيس كهنتنا رومانوس. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص لعبيد الله أبناء هذه الرعية وساكني هذه المدينة والموجودين في هذه الكنيسة المقدسة ومن أجل افتقادهم وغفران خطاياهم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب. وأيضا نطلب من أجل غفران جميع ذنوبهم الطوية والكرهية لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. أيها الرب نطلب. أيها الرب الصالح المحب البشر المتحنن الكثير الرحمة الجزيل التعطف الغني بالصلاح أبو الرأفات وإله كل تعزية يا من منحتنا برسلك القديسين القوة أن نشفي بالزيت مع الصلاة أمراض الشعب أن تجعل هذا الزيت أيضا لشفاء الممسوحين به وللخلاص من كل مرض ومن كل استرخاء وللنجاة من الشرور لأجل المتوقعين منك الخلاص. نعم أيها السيد الرب إلهنا القادر على كل شيء إليك نطلب متضرعين أن تخلصنا جميعا يا طبيب النفوس والأجساد وحدك قدسنا جميعا جميعنا أيها الشافي جميع الأسقام اشفي
عبيدك وأنهضهم من مضجع سقمهم بمراحم صلاحك، وافتقدهم برحمتك ورأفاتك، واقص عنهم كل ضعف ومرض، لينهضوا بيدك العزيزة ويتعبدوا لك بكل شكر، حتى أننا إذا حظينا نحن أيضا بمحبتك للبشر التي لا توصف نسبحك ونمجدك أيها الصانع العظائم المجيد والمعجزات الباهرة، لأن لك أن ترحمنا وتخلصنا يا إلهنا. ولك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. لنصغي أنت يا رب تحفظنا وتسترنا من هذا الجيل وإلى الدهر. خلصني يا رب فإن البار قد فني. الحكمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. يا إخوة إنا لا نريد أن تجهلوا من جهة ما أصابنا من الضيق في آسيا، إنه ثقل علينا بإفراط فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة نفسها، لكننا قد اتخذنا في ذاتنا قضاء الموت لئلا نتكل على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الموتى، الذي أنقذنا من مثل هذا الموت وينقذنا الآن، ونثق أنه سينقذنا فيما بعد بمعمودية ابتهالكم من أجلنا، حتى أن كثيرين يؤدون الشكر على الموهبة التي لنا بواسطة كثيرين. سلام لك أيها القارئ. هللويا 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 لمراحمك يا رب سبحوا إلى الدهر. الحكمة لنستقم ونسمع الإنجيل المقدس. سلام لجميعكم. فصلا شريفا من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. لنصغي. قال الرب هذا المثل: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى اللواتي أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء الختن، 5 منهن كنا عاقلات وخمس جاهلات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما العاقلات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن، وإذ أبطأ الختن نعسنا كلهن ونمنا، فلما انتصف الليل إذا صراخ هو ذا الختن قد أقبل فخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذار جميعا وأسرجنا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للعاقلات: أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت العاقلات وقلنا: لعله لا يكفي لنا ولكن، فالأحرى أن تذهبنا إلى الباعة وتبتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا وفد الختن ودخلت معه المستعدات إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا أتت بقية العذار قائلات: يا رب يا رب افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن فإنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن البشر. رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. كريا ليسون. وأيضا نطلب من أجل الرحمة والحياة والسلامة والعافية والخلاص لعبيد الله أبناء هذه المدينة وسكان هذه الرعية المباركة الحاضرين منهم والغائبين، من أجل افتقادهم وغفران خطاياهم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. من أجل غفران جميعهم.
جميع زلات الطوعية والكرهية. يسون كريا يسون كريا لا يسون. إنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر دهر. آمين. إلى الرب نطلب. أيها الرب إلهنا، يا من يؤدب ويشفي أيضا، يا من ينهض المسكين من الأرض ويرفع البائس، يا أبا الأيتام وبناء المشتين وطبيب المرضى، يا من حمل أمراضنا وأخذ أسقامنا خلوا من وجع، يا من يرحم ببشاشة ويتجاوز عن الآثام ويصفح عن الظلم، يا من هو سريع في المعونة وبطيء في السخط، يا من نفخ في تلاميذه وقال لهم خذوا الروح القدس، إن تركتم لقوم خطاياهم فلتترك لهم، يا قابل توبة الخطأ، يا من له سلطان أن يغفر الخطايا الكثيرة الصعبة، يا من يعطي الشفاء لكل من هو في سقم ومرض طويل، يا من دعوتني أنا أيضا عبدك الخاطئ المسكين غير المستحق المتوغل في الخطايا الكثيرة والمتمرغ في حمأة ملاذ الأهواء، وانتدبتني إلى درجة الكهنوت المقدسة السامية وإلى الدخول إلى داخل الحجاب إلى قدس الأقداس، حيث يشتهي الملائكة القديسون التطلع وسماع صوتي بشارة الرب الإله ورؤية وجه التقدمة المقدسة والتمتع بالخدمة الطاهرة الإلهية. يا من أهلتني أن أخدم أسرارك السماوية وأقدم لك قرابين ذبائح عن خطايانا نحن وعن جهالات الشعب، وأن أكون وسيطا من أجل خرافك الضال خرافك الناطقة لكي تغفر خطاياهم بكثرة محبتك للبشر التي لا توصف. فأنت أيها الملك الفائق صلاحه، أصغي إلى صلاتي في هذه الساعة واليوم المقدس وفي كل أوان ومكان، واستمع صوت تضرعي، وهب الشفاء لعبيدك المطروحين في أمراض النفس والجسد، وامنحهم مسامحة خطاياهم وغفران ذنوبهم الطوعية والكرهية، واشفي جراحهم العادمة الشفاء مع كل مرض وكل استرخاء، وأعطهم شفاء النفس. يا من لمست حمات بطرس ففارقتها الحمى وقامت تخدمك أنت أيها السيد، خول عبيدك الشفاء والانعتاق من كل وجع مفسد، واذكر رأفتك ومراحمك الغنية، واذكر أن نية الإنسان قريبة الجنوح كثيرا إلى الشر منذ حداثته، وليس من أحد على الأرض بغير خطيئة، بل أنت وحدك بلا خطيئة. يا من أتيت وخلصت الجنس البشري وأعتقتنا من عبودية العدو، وإن عزمت على محاكمة عبيدك فلا يوجد أحد نقيا من الدنس، بل كل فم يسد غير قادر أن يجاوب، لأن عدلنا كله أمامك هو بمنزلة التراب. لأجل ذلك لا تذكر يا رب خطايا شبابنا، لأنك أنت رجاء القانطين وراحة المتعبين والمثقلين بالخطايا، ولك نرسل المجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدسه الصالح والمحب لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. لنصغي. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك قلبا نقيا اخلق فيه يا الله حكمة. فصلا من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطية. حكمة لنصغي. يا إخوة، أما ثمر الروح فهو المحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف والصلاح والإيمان والوداعة والعفاف، فأصحاب هذه ليست من شريعة ضدهم. أما الذين للمسيح فقد صلبوا أجسادهم مع الآلام والشهوات، فإن كنا نعيش بالروح فلنسلك بالروح أيضا، ولا نكن ذوي عجب ولا نغاضب ولا نحسد بعضنا بعضا. أيها الإخوة، إذا سقط إنسان في زلة
فأصلحوا أنتم الروحيين مثل هذا بروح الوداعة، وتبصر أنت لنفسك لئلا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا أتموا شريعة المسيح. سلام لك أيها القارئ. هللويا هللويا هللويا. طوبى للرجل الخائف الرب. حكمة لننتسب ولنسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيل البشير. للنصغ في ذلك الزمان أتى يسوع إلى نواحي صورة وصيدا، وإذا بامرأة كنعانية قد خرجت من تلك التخوم تصيح قائلة: ارحمني يا رب يا ابن داود، فأن ابنتي بها شيطان يعذبها جدا. فلم يجبها بكلمة، فدنا تلاميذه وسألوه قائلين: صرفها فإنها تصيح في إثرنا. فأجاب وقال لهم: لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. فأتت وسجدت له قائلة: أغثني يا رب. فأجاب قائلا: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويلقى للكلاب. فقالت: نعم يا رب، فإن الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك، فليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. يا الله بعظيم رحمتك نطلب منك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب لأجل أبينا وبطريركنا يوحنا ورئيس كهنتنا رومانوس. يا رب ارحم يا رب ارحم. وأيضا نطلب الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص لعبيد الله الموجودين في هذا المكان المقدس وساكني هذه المدينة، وافتقادهم ومسامحتهم وغفران خطاياهم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وأيضا نطلب لأجل غفران جميع ذنوبهم الطوعية والكرهية. إلى الرب نطلب. لأنك أيها الرحيم المحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. إلى الرب نطلب. نشكرك أيها الرب إلهنا الصالح المحب البشر، طبيب نفوسنا وأجسادنا، يا من حمل أوجاعنا قلوا من ألم، وبجراحه كلنا شفينا أيها الراعي الصالح الذي أتى لطلب الخروف الضال، يا من يعزي الصغيرين النفوس ويعطي الحياة للمنسحقي الأرواح، يا من شفيت فيض المبتلات بنزيف الدم منذ 12 سنة، يا من أعتقت ابنة الكنعانية من الشيطان المارد، يا من وهبت للغريمين الدين الذي كان عليهما ومنحت الخاطئة الغفران، يا من أعطيت الصحة للمخلى مع مغفرة خطاياه، يا من زكيت العشار بكلمتك وقبلت اعتراف اللص عند آخر حياته، يا من رفعت خطايا العالم وسمرتها على الصليب. إليك نطلب وإياك نسأل أيها الإله أن تتعطف بصلاحك وتترك وتغفر وتصفح عن آثام وخطايا عبيدك وعن سائر ذنوبهم الطوعية والكرهية التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وإن كانوا قد سقطوا في معصية أو مخالفة في ليل أو في نهار، أو قد صاروا تحت لعنة كاهن أو أب أو أم، أو خطئوهم ونحن أيضا، فاغفر لهم ولنا جميعا بما أنك إله صالح وغير حقود ومحب للبشر.
ولا تتركنا وإياهم نسقط في السيرة الدنسة أو نسلك في السبل المهلكة. نعم أيها الرب السيد، استمع لي في هذه الساعة أنا الخاطئ من أجل عبيدك، واترك لهم أيها الإله العادم الحقد جميع خطاياهم، وخلصهم من العذاب الأبدي. املأ فمهم من تسبحتك، وافتح شفتيهم لتمجيد اسمك، امدد ايديهم الى العمل بوصاياك، قوم ارجلهم الى طريق بشارتك، وحصن جميع اعضائهم وافكارهم بنعمتك، لانك انت الهنا الذي اوصيتنا بواسطة رسلك القديسين قائلا: مهما ربطتموه على الارض فليكن مربوطا في السماء، ومهما حللتموه على الارض فليكن محلولا في السماء. وايضا ان تركتم لقوم خطاياهم فلتترك لهم، وان امسكتموها عليهم فلتمسك. وكما استمعت الى حزقيا في حزن نفسه عند ساعة موته ولم ترفض طلبته، هكذا استمع لي أنا عبدك الخاطئ المسكين غير المستحق، واستجب طلبتي في هذه الساعة، لأنك أنت أيها الرب يسوع المسيح قد أمرت بصلاحك ومحبتك للبشر أن يترك للساقطين في الخطايا 70 في 70. أيها التواب على شرورنا، يا من تفرح برجعة الضالين، لأن كما هي عظمتك كذلك هي رحمتك. فلك نرسل المجد مع بك الذي لا بدء له، وروحك الكلي قدس الصالح والمحي الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. يا رب لا بغضبك توبخني، ارحمني يا رب فإني ضعيف. حكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. يا إخوة، نسألكم أن تعظوا الطائشين وتعزوا صغار النفوس وتسندوا الضعفاء وتتأنوا على الجميع. احذروا أن يكافئ أحد آخر على شر بشر، بل اقتفوا الخير دوما بعضكم إلى بعض وإلى الجميع. افرحوا كل حين، صلوا بلا فتور، اشكروا على كل شيء، لأن هذه مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تزدروا النبوءات، امتحنوا كل شيء وتمسكوا بما هو حسن، امتنعوا عن كل أنواع الشر، وليقدسكم إله السلام نفسه تقديسا كاملا، ولتحفظ أرواحكم ونفوسكم وأجسادكم سالمة بغير لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. سلام لك أيها القارئ. هللويا هللويا هللويا، يستجيب لك الرب في يوم الحزن. حكمة. لنستقب ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير وتلميذ الطاهر. في ذلك الزمان، بينما كان يسوع مجتازا، رأى إنسانا جالسا على الجبال اسمه متى، فقال له: اتبعني. فقام وتبعه. وفيما كان متكئا في البيت إذا بعشارين كثيرين وخطاة جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. فلما رأى الفريسيون ذلك قال لتلاميذه: لماذا معلمكم يأكل مع العشارين والخطأ؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، لكن ذو الأسقام. فاذهبوا تعلموا ما هو، إني أريد ذا رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو صديقين. بل خطاة إلى التوبة. حمنا
برحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا ورئيس كهنتنا رومانوس. وأيضا نطلب من أجل الرحمة والحياة والسلامة والعافية والخلاص لعبيد الله أبناء هذه الرعية والساكنين في هذه المدينة والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة ومن أجل افتقادهم وغفران خطاياهم. وأيضا نطلب من أجل غفران جميع ذنوبهم الطوعية والكرهية. لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. إلى الرب نطلب. أيها السيد الرب الإلهنا يا طبيب النفوس والأجساد ومبرئ الآلام المزمنة والشافي كل مرض وكل استرخاء في الشعب، يا من يشاء أن يخلص جميع الناس ويقبل إلى معرفة الحق، يا من لا يشاء موت الخاطئ إلى أن يرجع ويحيى، لأنك أنت يا رب وضعت توبة للخطأ في العهد القديم لداود ولأهل نينوى والذين من قبلهم والذين من بعدهم، ولما حضرت إلى الأرض وتجسدت لم تدعو صديقين إلى التوبة بل خطأة كالعشار والزانية واللص. فبولس المعظم الذي كان يجدف عليك ويضطهدك قد قبلته بالتوبة، وبطرس رسولك الهام بعد أن جحدك ثلاثا قد قبلته بالتوبة ووعدته قائلا أنت بطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. ولذلك إذ نحن واثقون بمواعيدك الصادقة أيها الصالح المحب البشر إليك نتضرع وإياك نسأل في هذه الساعة أن تستمع تضرعنا وتتقبله كالبخور المقدم لك وتفتقد عبيدك، وإن كانوا قد خطئوا بالقول أو بالفعل أو بالفكر في الليل أو في النهار أو حصلوا تحت لعنة كاهن أو سقطوا في لعنة من ذاتهم أو مرمروا أحدا بيمين كاذب أو صادق، فإليك نطلب وإياك نسأل قائلين اصفح واترك واغفر لهم يا الله متجاوزا عن خطاياهم وآثامهم الصائرة منهم بمعرفة أو بغير معرفة، وإن كانوا قد تجاوزوا وصاياك أو أذنبوا بشيء كبشر لابسين جسدا وساكنين في العالم أو كان خطأهم من فعل الشيطان فاغفر لهم بما أنك إله صالح محب البشر، إذ ليس إنسان يحيى ولا يخطأ إلا أنت وحدك بريء من الخطأ وعدلك عدل إلى الأبد وقولك حق، لأنك لم تخلق الإنسان للهلاك بل للعمل بوصاياك ولميراث الحياة التي لا تفنى، ولك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بداءة له وروحك الكل قدس الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. يا أحبة هلأ رح نقرأ الأفشين لحل الخطايا، يلي بيقدر وعنده قدرة يركع واللي ما بيقدر بيضل واقف، كل واحد في مكانه كل واحد في مكانه. كعب. أيها المالك القدوس المتحنن الكثير الرحمة الرب يسوع المسيح ابن الله الحي وكلمته، يا من لا يشاء موت الخاطئ إلى أن يرجع ويحيا، إني لست أضع يدي الخاطئتين على رؤوس المتقدمين إليك الآن بالخطايا والطالبين إليك بواسطتنا غفران خطاياهم، بل يدك العزيزة القوية التي في هذا الإنجيل الذي يمسكه معي شركائي في الخدمة على رؤوس عبيدك طالبا معهم ومتضرعا إلى حنوك ومحبتك للبشر العادمة الشر، أيها الإله المخلص الذي كما وهبت بواسطة نبيك ناثان غفران الخطايا لداود لما تاب عنها وقبلت الصلاة من نسل التي قدمها إليك تائبا، كذلك تقبل الآن على عادة محبتك للبشر عبيدك التائبين عن ذنوبهم
وأعرض عن جميع زلاتهم، لأنك أنت إلهنا الذي أمرت بأن يترك للساقطين في الخطايا 70، وكما هي عظمتك كذلك هي رحمتك، ولك ينبغي كل تمجيد وإكرام وسجود الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. حمى يا الله بعظيم رحمتك، نطلب منك فاستجب وارحم. لا يسنكر أيضا لكم ناجين أبينا وبطيركنا يوحنا ورئيس كهنتنا رمانا. يا رب يا عبيد الله يا ابنائي هذه الرعية المباركة وسكان هذه المدينة ومن أجل افتقادهم وغفران خطاياهم يا ليسون وإذا نطلب من أجل غفران جميع ذنوبهم الطوعية والكرهية يا رب لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. مجد لك يا مسيح الله، رجاءنا المجد لك أيها المسيح إله حقيقي، يا من أتى إلى الآلام الطوعية لأجل خلاصنا بشفاعة أمك القدسة كل الطهارة والبريئة من كل عيب، وآبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديس الرسول يعقوب، والقديسين صديقين جدي المسيح وكيما وحنا، وجميع القديسين ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحبنا البشر. سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. يا أحبة، إذا بتريدوا رح يكون في عنا 4 أماكن لدهن الزيت، إذا بتريدوا 2 بالوسط وواحد على اليمين وواحد على الشمال، وكل واحد بياخد بركة من الكنيسة عبود زيت مقدس للبيت. إذا بتريدوا خلينا نصف بالنص صفين فقط. المجد للآب والابن والروح القدس أيها القديسون العديم الفضة، إذ قد أحرزتم ينبوع الأشفية فأنتم تمنحون الشفاء لجميع المتضرعين بما لكم أهلتم للمواهب الجسيمة من لدن مخلصنا العين الدائم ينبوها، لأن الرب يقول نحوكم كممثل الرسل في الغيرات هانذا قد أعطيتكم سلطانا على الأرواح النجسة. صحيح.
واحدة. لكي تخرجوها وتشفو كل مرض وكل استخاء، فلذلك إذ قد سالك جانا أعطونا شفاء آلام نفوسنا وأجسادنا. فاشفينا أيضا وأعطنا حبك فيضا يبدد الأمراض والأحزان. شافي الأدواء بعمل الروح عادم الفضة قزمة ودميانوس تخلصاني من في الآلام والأحزان، من في الضيقات والشدائد يلجؤون إلى هيكلكما بشوق يسرعون. فالمخلص طبيبين أظهركما
شفائهم. شفاء بصير بالطاعة. أيها المؤمنون شوي شوي من هون شوي شوي شوي. أيها المؤمنون لنكرم نكتاريوس مولود سيلفريا ورايتها